نروح مرة تانية وكابتن محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ولقاء خاص ونشوف قال إيه بعد المباراة. مليون مبروك يا كابتن ايمن لكل جماهير النادي الاهلي. النهارده جماهير النادي الاهلي بتثبت ان جماهير النادي الاهلي دايما عند الموعد. دور كبير جدا للدوله المصريه، دور كبير لمجلس اداره النادي الاهلي. الصوره بتكتمل النهارده بصعود النادي الاهلي. معي في هذه الاثناء الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ محمد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. يوم في حب مصر، يوم في حب النادي الاهلي. الف مبروك للنادي الاهلي والف مبروك لجمهور النادي الاهلي والشعب المصري. النهارده النادي الاهلي بيمثل مصر، الف مبروك ليهم كلهم. النهارده ملحمه من الجمهور، ملحمه من جميع المؤسسات المصريه يعني في الدوله كلها اسهمت في انها يخرج المباراه بهذا الشكل. يعني معنويات كبيره للاعبين لما لقوا الاستاد مليان زي ده، وبدايه طيبه ان احنا ان شاء الله لرجوع الجماهير بعد ما الاستاد مليان على اخره، كل حاجه في التنظيم في احسن شكل. يعني قبل المباراه كل افراد المنظومه قدموا دورهم وادوا دورهم. كنا منتظرين دور اللعيبه في ارض الملعب، الدوله المصريه، القيادات الامنيه، الجميع تجاوب مع نداء النادي الاهلي. اعتقد زي ما قلنا النهارده بدايه نبني عليها كتير. بدايه نبني عليها كتير النهارده. الاستاد زي ما بقول لك مليان على اخره، مفيش مكان لحد يحط رجله، وكل حاجه ماشيه في احسن شكل، والامن ما شاء الله كل حاجه منظمه، تنظيم جيد جدا. دور كبير جدا لكل مؤسسات الدوله، بنشكرهم جميعا. مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك للعيبه والجهاز الفني ومجلس اداره وكل الناس اللي اسهمت في ان الماتش يخرج بالشكل ده. كلمه اخيره لجمهورنا النهارده. ان شاء الله باذن الله نفضل مكملين ورا فرقتنا، وان شاء الله باذن الله نقدر بطوله افريقيا السنه دي النادي الاهلي باذن الله. استاذ محمد وبالتوفيق باذن الله. ان شاء الله اشكرك مستر. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. يوم في حب مصر، يوم في حب النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي رسمت الملحمه، كمل الملحمه النهارده لاعبي النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.